والله سمعنا انه خاشين ارهابيين على منطقه الكرك على القلعه، فطلعنا والله بعجله من الزرقاء فزع مع اخواننا الكركيه ومع الامن لهذا الوطن، الامن والامان بهذا الوطن، فزع لهذا الوطن، لتراب هذا الوطن. سلام تسلمكم ويرحم شهدائنا ويرحم امواتنا جميعا يا رب، وفدوه لهالبلد وكنا نموت شهداء. اربع اشخاص او كما يقال خمسه انهم تم اطلاق عيارات ناريه على رجال الامن، وتعدوا المراحل اللي مروا فيها حتى استمكنوا من وصولهم الى القلعه. وكما يعرف ان القلعه محصنه وفيها متاهات وخنادق، فيصعب القبض عليهم. ولذلك يعني رجال الامن العام ما شاء الله ما قصروا، ادوا واجبهم باكمل وجه.